أصدقائي الأعزاء، يسعدنا أن نلتقي بكم في قناتنا مليون حكاية. نتحدث اليوم عن كليوباترا الحكيمة التي تولت عرشها، وهنا نقول علينا التمييز بين النساء التي حكمن مصر مثل كليوباترا السابعة والنساء التي كن تمتعن بسلطة وتأثير موقعهن كزوجات ملكيات. في بداية المجتمع المصري كان الملك يتخذ كثيرا من الزوجات، تصبح إحداهن هي الزوجة الرئيسية للملك. ودور آخر مهم هو دور والدة الملك. ظهر من هذين الموقعين في أوقات معينة نساء يتمتعن بسلطة كبيرة، سجلت مكانهن العالية من حداد وصناد البارزة معانا. ورغم ذلك ظلت الغالبية العظمى من النساء أسر الحاكمة مأكولات الهوية. وحتى عندما كان نساء أسر الحاكمة تحظى بدور بارز أو بشكل معين يميزهن عن أخريات، كانت ألقابهن ترتبط بالملك. فلا يوجد مصطلح واحد منفصل باللغة المصرية يعني الملكة، وكانت النساء أسر الحاكمة يتخذن ألقابا ترتبط بالحاكم الذكر مثل الزوجة الملكية العظيمة، الملك ووالدة الملك وأخت الملك. وكما أشرنا بأن كليوباترا نفسها كان لقب ألقاب المسجلة على تاج عثر عليه في مدينة ضفت. بدءا من المملكة المصرية الحديثة كانت ألقاب السيدات ذوات الدور الرئيسي أسر الحاكمة ارتبط عادة، ومن ثم يحصلن على قدر من الاستقلال عن أزواجهن أو أبنائهن. تحظى النساء في الأسر الحاكمة بمكانة مرتفعة وسلطة كبيرة إلا في عصر الوسطين فقط الثامن عشر، التي ظهرت منها حتشبسوت والملكة تي ونفرتيتي، والأسرة الخامسة والعشرين عندما شغلت النساء في الأسرة الحاكمة أدوارا محددة. كان ملوك مصر الذين لقوا بعضهم بلقب فرعون دوما من الرجال. بين الاستثناءات القليلة لهذه القاعدة كانت حتشبسوت التي حصلت رغم كونها امرأة على لقب ملوك مصر الذكور وارتدت زيهم الرسمي. كانت حتشبسوت ابنة الملك تحتمس الأول والأخت غير الشقيقة وزوجة خليفته تحتمس الثاني. يمكن طبع وصولها تصبح شريكة حكم بداية من دورها كزوجة لا، ثم دورها كوصية على ابنه تحتمس الثالث، وأخيرا وصولها تصبح شريكة في حكم مصر. ظلت في حكم مصر نحو عام 1473 قبل الميلاد حتى عام 1458 قبل الميلاد. كان وضعها يشبه وضع بعض ملكات البطالمة مثل كليوباترا الثالثة وكليوباترا السابعة التي حكمنا مع ابنائهن وكنا هن المسيطرات على الحكم. بعد حتشبسوت فرعون مصر عن طريق دورها السياسي كزوجة للإله وأم الملك. في أثناء السنوات الأولى مسيطرة على العرش، كانت حتشبسوت تظهر على أنها سيدة من الأسرة الحاكمة. لقد كانت ترتدي دوما التاج الريش الذي ترتديه زوجة الإله أمون. بعد سبع سنوات مسيطرة على تحتمس الثالث، أعلنت حتشبسوت أنها ابنة الملك الأولى وحولت مظهرها إلى مظهر الفراعنة الذكور. في ذلك الوقت قدمت حتشبسوت أسلوبا جديدا ومباشرا أجل إضفاء الشرعية على حكمها. إن وجود سيدات ذوات شأن على جدران معبد حتشبسوت الجنائزي أمر مثير للدهشة. قد ظهرت والدة الحاكم في النقوش البارزة في المعبد، وتوجد صورة أخرى لحاكمة أخرى لدولة أجنبية تعرف باسم أون، تظهر بتشوه مبالغ فيه في جسدها، ويقال أن هذا الرسم وما يعتبر رسما كاريكاتوريا لا أكثر من كون تعبيرا عن شكلها الحقيقي. يؤكد معبد حتشبسوت الجنائزي في الدير البحري على الضفة الغربية من نهر النيل في طيبة على الجوانب النسائية لدورها خاصة في مقصورة حتحور، وتظهر في النقوش البارزة الموجودة في هذه المقصورة الحاكمة وهي جالسة تطعم هذه الآلهة التي تظهر في صورة بقرة بدلا من صورتها البشرية المعتادة. يوجد أيضا تصوير للحاكمة وهي حامل في مقصورة تحتمس. كانت حتشبسوت تحرص أيضا على تدعيم مكانة ابنها، فقد أصبحت نفرو زوجة الإله كما فعلت والدتها من قبل. تظهر حتشبسوت كما رأينا
تماثيلها وفي النقوش البارزة الموجودة في المعابد، وهي ترتدي زي ملوك مصر الذكور. ومع ذلك تظهر ملامح النسائية في وجود ثديين وثوب ترتديه تحت ضمرتها يغطي جذعها وفقا للتقاليد الفنية المصرية المعتادة. استخدمت الحاكمة أيضا شغلال أنوثي في القابعة. لاحقا أثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة ظهرت سيدتان بارزتان في وقت واحد، هماتي زوجة أمنحتب الثالث ووالدة الملك أمنحتب الرابع إخناتون وزوجة نانفرتيتي. أشبهتين السيدتان كثيرا ملكات أسرة البطالمة الحاكمة. فيما يتعلق بالأدوار التي لعبتها والصور التي اتخذتها أجل تمييزها عن نساء الأسرة الحاكمة الأخريات، اكتسبت تي مكانة عندما حكمت إسبرتها زوجة الملك. يفرق عدد التماثيل الموجودة لها وحدها أو مع زوجها كثيرا عدد تماثيل الزوجات في الأسرة الحاكمة فترات السابقة. بعد وفاة أمنحتب الثالث يبدو أن تي استمرت في لعب دور مهيمن إسبرتها أم الملك، مما سمح لنفرتيتي بالاطلاع بدور الزوجة الملكية ويشبه وضعها وضع ملكات البطالمة الأوليات، خاصة إرسناويز الثانية التي اعتمدت مكانتها الإلهية وأهميتها على ارتباطها بأخيها بطليموس الثاني. أما ملكات البطالمة التي ظهرنا في وقت لاحق فقد تجاوزنا مرحلة التبعية هذه وحكمنا بأنفسهن، وأحيانا كنا يحظيننا بتفضيل الرعية مقارنة بنظرة أهلنا المعاصرين للأسرة الحاكمة. تعرضت السيدات الأخريات التي حاولن الاعتداء على السلطة إلى القمع على يد الرجال الحاشية. أحد هذه الأمثلة كانت الزوجة الرئيسية في الأسرة التاسعة عشر للملك سيتس الثاني، مثل كثير من الأخريات التي كانت طموحهن يفوق مكانتهن. عزلت الملكة أستر لحل محلها طفل صغير يكون التأثير عليه أسهل. تظهر هذه الوقائع حذرا فعليا شديدا من جانب أعضاء البلاط الملكي، ربما كانت مرأة مكانتها في المجتمع المصري، لكن يبدو أنها كانت تمثل تهديدا حقيقيا أكثر من كونها بديلا كسر التحكم في ملك الذكر. كان حكام الأسرة الخامسة والعشرين من الأجانب من مملكة كوش، ويطلق عليه ما عدا الكوش. تقع مملكة كوش في نوبة، وطالما كانت تعتبر عدوة لمصر لذلك يظهر مشاهد الضرب عادة منه وهو يسحق أعداء الدولة، ويكون أحدهما أفريقيا أسمر اللون يمثل أهل النوبة، وهي ثقافة تمتاز بلغتها المشتركة المختلفة عن لغة المنطقة الحاليين في مصر والسودان. عقم الكوشيون بصفتهم فراعنة أجانب نحو 100 عام قبل البطالمة. يبدو أن الكوشيين كان لديهم مثل الحكام البطالمة اهتمام حقيقي بالثقافة المصرية والترويج لأنفسهم على أنهم ملوك لمصر بأسلوب تقليد. يمكن العثور على أوجه تشابه بين إطفاء الصفات الإفقية على تماثيل الملوك الكوشيين وإطفاء الطابع الإغريقي على صور تيل حكام البطالمة. حصلت نساء الأسرة الحاكمة في تلك الفترة أيضا على مناصب دينية وسياسية مهمة وذات سيادة، ومن ثم يوجد تشابه منطقي بينهن وبين ملكات البطالمة. ومن هذه الأسرة الحاكمة يقدر هنا ذكر أمنريدس الأولى أخت الحاكم هي 747-716 قبل الميلاد وعمت خليفته. حصلت أمنريدس مثل كثير من السيدات البارزات قبلها على دور زوجة الإله أمون الذي تصبح بموجبه السيدة نفوس حاكم زوجة مقدسة هي إله طيبة. ونظرا لكونها زوجة أمون حصلت أمنريدس على مكافآت مالية تبعتها سلطة سياسية، وتماما مثل حتشبسوت من قبلها. يعتقد أن أمنريدس اختارت خليفتها ابنة أخيها شبونويت بصفتها زوجة الإله أمون. تظهر زوجات الآلهة في المقصورة المرتبطة بصوم الجنائزية لمعبد مدينة هابو. ومن السهل ملاحظة أن هذا المعبد كان المصدر الذي استلهمه كهنة البطالمة عند تصويرهم لأسلاف كليوباترا. تظهر الزخارف البارزة في هذا المعبد العلاقات الشخصية العميقة بين هؤلاء النساء الشخصيات الذكور الوحيدة الموجودة هي الآلهة.
تصوير المشاهد على الجدران الزوجة الحالية وهي تقدم القرابين إلى الزوجة المقدسة السابقة. تتكرر هذه المشاهد في عصر البطالمة حيث يسر الحكام وهم يقدمون القرابين إلى والديهم الطوفيين المقدسين وضع الجدران الداخلية للمحراب. أول صورة مع عابدين هم يحاولون القرابين إلى تسير الزوجة المسيحية المؤلهة. هنا نتوقف ويسعدنا أن نلتقي معكم حلقة جديدة، ونتمنى أن تنال حلقتنا إعجابكم. إذا كان لديكم ملحوظات نرجو التواصل معنا.